غمضات اخواتي الكريمه المرئيه. ننتقل الى محدثنا السادس الدكتور حسان الشاعري، وهو بالتاكيد سيتقيد الوقت المخصص لانه يحمل شهاده الماجستير في اداره الاعمال والدكتوراه في التربيه، ويشغل حاليا وظيفه مدرب عالمي معتمد من مركز التعليم المستمر في امريكا، وهو ناشط سياسي وعضو في اللجنة الداعية لمؤتمر الإنقاذ الوطني، غير أنه كمان لحق دوما ونذكره أننا نعونه ويشارك معنا هنا بصفته الشخصية العلمية كباحث وأكاديمي سوري، وليس بأية صفة من نوع سياسي آخر. سيحدثنا عن موضوع جديد وربما يكون أحد جوانب موضوع الساعة، وهو ما أعطاه عنوان القوى الشديدة في المعارضة السورية والأمن الأبد. أول شيء أشكر جميع الأخوة الحضور، كما أشكر في المركز العربي على إتاحة الفرصة لنا للتواصل وإبداء الرأي في حقيقة ما يجري في الداخل السوري، بل على ذلك التنوع العمري فيما بين المدعوين. ولعلي أميل أن أكون متكلما باسم الشباب السوري في الداخل بسبب انني كنت في الداخل السوري وخروجي كان قريب لم يكن بعيدا، وانني اعيش معه في كل لحظات من خلال التواصل المستمر. لا ادعي انني الوحيد، لكن انا جزء من ذلك الجيل وجزء من هذا الحراك ومتواصل معه في لحظاته كامله، بل مستقبل الكثير من افكاره وتصوراته. موضوع القوى الجديدة التي أبرزتها الساحة في المرحلة الحالية، قبل أن نتكلم عنه علينا أن نقول لما أبرزت هذه القوى. هل الساحة السورية بحاجة إلى أحزاب جديدة، وهي التي عجلت الأحزاب خلال المراحل الماضية، بل كانت غنية بشكل حتى التخمة، وصلت التخمة في مراحل من المراحل في مرحلة الخمسينيات، بل كانت هي تصدر الجانب الفكري والجانب الحزبي والجانب التأطيري فيما يتعلق بهذه القضايا السياسية. حقيقة المتتبع لحال الأحزاب السياسية يجد أن هناك شيئا ما حال بينه وبين أداء دورها الريادي التي كان مناطم بها، وهو الدور التغييري. كجيل شبابي أو كمجتمع بشكل عام لا ينظر إلى الحزب على أنه تكتل سياسي فكري ثقافي، ينظر إليه على أنه أداة تغيير ينبغي أن تساعده على الانتقال من مرحلة سيئة إلى مرحلة إيجابية بشكل أو بآخر. هو ينظر إلى الثمرة ولا ينظر إلى كيف تم إنشاء هذا الحزب وما هي الأمور التي أصيبت بها هذا الحزب وما هي المضايقات إلى آخره. هو يريد ثمرة. يا ترى ما الذي حال بين هذه الأحزاب وما بين تحقيق الثمرة؟ ربما من منظورنا كشباب نقول ان هناك ثلاث اسباب اساسيه. السبب الاول هو التضييق الذي اورس على هذه الاحزاب السياسيه من قبل النظام والاله القمعيه التي مارسها عليهم خلال العقود الماضيه. الامر الثاني ان هذه الاحزاب السياسيه من وجهه نظر الشباب مع احترامي للجميع لم تكن تمتلك الافكار الخلاقه التي تساعدها على الانتقال لمرحله التغيير. بل انشغلت في صراعها الفكري على حساب الصراع الثوري الذي برؤيتنا كشباب نرى انه اكثر فاعليه واكثر جدوى في عمليه التغيير. الامر الثالث انهم دخلوا في خلافات شخصيه فيما بينهم كاحزاب وفيما بين الاحزاب الاخرى، فلذلك قلما تسمع عن حزب الا وتجد فيه انقسامات كثيره متعدده. الحزب الاخوان المسلمين عدد أربع أحزاب وعلى الماشي حزب الشيوعي تجد أن هناك انقسامات كثيرة، إذا هذا له بعده وله دلالته بالنسبة لنا كشباب أو كمجتمع يريد من هذه الأحزاب أن تؤدي دورا ما. لن أدخل في تعداد الأحزاب التقليدية التي عرفناها والتي عرفناها والتي لها بصمة لا نستطيع أن نهملها في مرحلة من المراحل، لا نستطيع أن نهمل بصمتها الفكرية، لا نستطيع أن نهمل بصمتها التوعوية، لا نستطيع أن نهمل دورها وأدائها علينا كأفراد، لكن كل ما يتكلم عنه الآن نتكلم عن الثورة دعتنا
أردنا لأن نؤسس أو أن تظهر باللاوعي الشبابي نوع من العمل السياسي المنظم أو المفكر بشكل أو بآخر، أستطيع أن أقول أن هناك نوعين من الأنواع العمل السياسي التي ظهرت في المرحلة الأخيرة خلال الأربع أشهر الماضية. النوع الأول هو نوع أفرزته القوى الشبابية بشكل مباشر، وهو له علاقة بالجانب التنظيمي والتنسيقي في الداخل السوري. نوع أفرزته القوى السياسية الشبابية له علاقة بالجانب التنظيمي والتقطيري لهذا الحراك الثوري على الأرض، والذي تمثل بأربع معطيات أساسية. المعطى الأول معروف ببداية الثورة، بل قبل بداية الثورة، باللجان المحلية. وكنا نقصد باللجان المحلية أو كان حينما نسأل الشباب أو نسأل الإخوة الذين ساهموا بإنشاء مثل هذه اللجان، ما المقصود بها؟ كان يقصد بها هي تلك اللجان التنظيمية التي وجدت في المناطق قبل بداية الحراك، لأن الجميع كان يعي أن ما أصاب العالم العربي من ربيع لا شك أنه قادم إلى سوريا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك القدوم من خلال تشكيل وعي لدى الشباب، ومن خلال إيجاد قدرة على نقل الحدث، لأننا نعي قمعية النظام وأنه سيحول بيننا وبين الإعلام في إصرار صوتنا للرأي العام. هنا كان لابد أن تنشأ لجان تداوسية، لجان تنظيمية، لجان إعلامية بشكل بسيط وبشكل مبدئي، ساهمت به كثير من الأحزاب، ساهمت به كثير من القوى المثقفة في الداخل السوري، ساهم به الشباب أنفسهم فيما بينهم من خلال عملية التدارس لما يتم من العالم العربي. انتقل الأمر مع بداية الحراك إلى مرحلة متقدمة، ونشأ ما يسمى بالتنسيقيات التي جمعت اللجان في كل منطقة وأصبح يطلق عليها اسم تنسيقية. هذه التنسيقيات حملت الحراك لمرحلة متقدمة من جانب التنظيم مع جميع الشخصيات الموجودة في كل منطقة أو في كل بلد بشكل أو بآخر. هذه التنسيقيات أصبحت متعددة وأصبح لديها نوعين. النوع الأول هو التنسيقيات الميدانية، ويقصد بها التنسيقيات الفاعلة على الأرض التي لديها دور حقيقي على الأرض. وهناك تنسيقيات افتراضية، وهي التنسيقيات الإلكترونية سواء الفيسبوك وما يتعلق بها، أو بعض التنسيقيات التي حملت على عاتقها عبء التنسيق فيما بين التنسيقيات المنتشرة في الداخل السوري. تنسيقية في حلب، تنسيقية في دمشق، تنسيقية في غير دمشق، وجدت تنسيقية افتراضية على الفيسبوك بهدف التنسيق فيما بين هذه التنسيقيات بموضوع الحراك، بموضوع الشعارات، بموضوع مسمى الجمع وما يتعلق بذلك. فإذا هو دور تنظيمي بحت. لكن المشكلة في التنسيقيات الافتراضية علينا من أمرين أساسيين. الأول سهولة الاختراق الأمني. لا سيما أن عدد هذه التنسيقيات ازداد بشكل غير طبيعي، حيث تجاوز 300 تنسيقية. الأمر الثاني أنك لم تعد قادر على ضبط ومعرفة حقيقة هذا الحراك، ما هو الحجم الحقيقي لهذا الحراك؟ ما هو الحجم التمثيلي؟ يعني حلب يوجد فيها أكثر من 60 تنسيقية، إذا على حلب أن تكون مشتعلة من ناحية الحراك الشعبي، لكن أنت تفاجئ أن حلب إلى الآن لم ترقى إلى الطموح الذي هنا ممكن أن يمثله 60 تنسيقية الموجودة. إذا كان هناك سبب أساسي في عدم معرفة حقيقة الحراك على الأرض. الخطوة الثانية لموضوع التنسيقيات انتقل لمعروفة بعد الأسبوع الخامس باتحاد التنسيقيات أو اللجان التنسيقية أو ائتلاف التنسيقيات. ظهر لدينا اتحادات واختلافات من خلال مجموعة من الشباب الناشطين على الأرض، أرادوا أن يحولوا العمل التنسيقي والتنظيمي إلى عمل ممزوج بالجانب السياسي. أرادوا أن يمزجوا بالجانب السياسي حينما وجدوا أن النخب السياسية لن ترقى إلى طموحهم خلال المراحل البدائية لهذا القرار. فأرادوا أن يكون هناك نوع من هذا المزج. طبعاً هناك كثير من العقبات اللي حالت بينهم وبين الوجود السياسي، لا سيما أنهم مبتدئون في هذا الجانب، أنهم غير قادرين على هذا الخطاب، لكنهم اجتهاد في ظل الغياب.
اجتهاد في ظل الغياب الذي يرسى من خلال النخب السياسية. لدينا عدد من الأحزاب، عفوا عدد من الاتحادات وعدد من الائتلافات وعدد من اللجان تمحور في ثلاث كيانات أساسية: لجان الموسيقى المحلية، اتحاد التنسيقيات، وائتلاف شباب الثورة. هذه التنسيقيات بدأت تتصارع فيما بينها بسبب عدم القدرة على الوعي والضبط انه بالفعل انا لديه وجود في حلب ولديه وجود في دمشق ولديه وجود في منطقة أخرى. بل الأدهى من ذلك، وهذا ما يتحمل جزء من وزر الأحزاب التقليدية، أن بدأ هناك نوع من الخصام ونوع من الشد والرخي حول هذه اللجان التي تشكلت والاتحادات التي تشكلت. كل جانب يريد أن يشد هذه الكيانات لمصلحته وانشغلوا عن الواقع الأساسي الذي وجدت من داخل الاتحادات واللجان. اجتمع الأخوة في اللجان والتنسيقيات وبدأوا يناقشوا أن هذه الثورة ناجحة بإذن الله، هذه رؤيتنا كشباب، وأنها ستخطف الثمار وستحقق المراد، وعلى هذه الثورة أن لا تسرف وعلى نتائجها أن يحافظ عليها. إذا لابد من تشكيل كيان قادر على ذلك، بعيدا عن الجانب الافتراضي، بعيدا عن الجانب الأمني والافتراضي. فكان هناك فكرة ما سمي بمجالس الثورة، مجالس قيادة الثورة، بحيث بدأت تتداول هذه الفكرة من خلال خطوتين. الخطوة الأولى أن يتم توحيد الثورة جغرافيا، نأتي بمدينة درعا، مدينة دمشق، مدينة دمشق، كل منطقة توحد فيها التنسيقيات والاتحادات بشكل متكامل قدر المستطاع. لن يستطيع أحد أن يكون لديه قدرة على التوحيد الكامل، لن يستطيع أن يدعي الشمولية في ذلك، لأن الكل يعمل، الكل لديه قوته، الكل لديه وجوده، وهذا من سر تميز الكرات على الأرض السورية. شكل ما يعرف بمجالس قيادة الثورة في ثلاث مناطق: في درعا، في بانياس، في اللاذقية. هذه مجالس قيادة الثورة سينتخب منها شخصيات المرحلة القادمة عندما تتم تشكيل مجالس الثورة لتشكل مجلس واحد، مجلس قيادة الثورة على مستوى القدس السوري. هذا ما يتعلق بالعمل الشبابي الذي حاول الشباب من خلاله تقطير العمل على الأرض، تشكيل جانب تنظيمي للحراك، تنسيق النقل الحراك من مرحلة إلى مرحلة، الانتقال من مرحلة الحراك إلى مرحلة الاعتصامات. الآن يعد هذا الأمر بشكل حديث، موضوع زيادة الأعداد وما يتعلق فيها، موضوع التواصل مع الاستفادة من الخبرات المختلفة والمتداولة من المناطق الأخرى بشكل أو بآخر. الجانب القوة الثانية، هذا على مستوى الشباب، القوة الثانية هي ما عرف وهي التي ستثير جدل أو أثارت جدل، ما عرف بالتيار الإسلامي الاجتماعي الذي كان له وجود منذ بداية الحراك بل من قبل الحراك. ونقصد طبعا بالتيار الإسلامي الاجتماعي حتى لا يكون الأمر على محمل السلبية، لا نقصد بالتيار الإسلامي الاجتماعي التيار الإسلامي السياسي، ولا نقصد به الإخوان المسلمين، ولا نقصد به أي تيار حزبي. نقصد بالتيار الإسلامي الاجتماعي هو ذلك التيار الذي لديه ثلاث جوانب: عقدي، فكري، ثقافي، وحضاري. لديه عقدي، فكري، فمن يتبنى هذا الإسلام من المسلمين من منطلق ارتباطه بالإسلام عقيدة ونهجة، ومن يتبناه من غير المسلمين إرثا معرفيا حضاريا، يعد هذا التيار الإسلامي. فهو مأخوذ من جانبه الحضاري، من جانبه الثقافي، من بعده الفكري الذي لا يؤدي الى الجانب الاقتصادي. التيار الذي بدا يعرف الان او ما يتكلم عنه هو اقرب ما يكون لما يسمى بالاسلام الليبرالي، منه الى الاسلام السياسي الذي اطلق في جماعات محدده لفظت الاخرين بشكل حزبي او بشكل لا يتناسب مع هذا التيار. كذلك من يتبناه من المسلمين الملتزمين باسلامهم عقيده وقيما ونهجا، ومن يتبناه من المسلمين غير الملتزمين باسلامهم عقيده وقيما ونهجا، لان في كل دعوه سياسيه او فكريه او اجتماعيه او ثقافيه او اقتصاديه او ابداعيه او فنيه او في اي من المجالات عليها الا تقصي الاخرين لمجرد عدم التزامهم ببعض القيم او ببعض الافكار.
إلى أن هي جامعة الدارسة من منظورنا من رؤيتنا هو جامع وليس مفرد، هو ليس متخصص بجانب آخر. من يتبناه على تباين الانتماءات القومية في النسيج الوطني المشترك وعلى اختلاف الانتماءات الطائفية في النسيج الوطني المشترك، لأن من مقتضيات العقيدة في الإسلام ألا إكراه في الدين وتحريم التعصب وتحريم التمييز بمختلف أشكاله، ومن ينتسب إلى التيار الإسلامي ملتزم بمقتضيات الإسلام. هذا مفهومنا المبسط لموضوع التيار الإسلامي الاجتماعي، وأقترح أن يكون هناك ورقة لمثل هذا الموضوع تناقش وتشبع، لتكون ورقة التقارب لا ورقة التباعد والخلاف فيما بين الجماعات المختلفة والأحزاب الأخرى التي قد تنظر للتيار الإسلامي على أنه تيار إقصائي. من القوى الأخرى الموجودة في الداخل السوري هي العشائر. القوى العشائر التي ظهرت بشكل أو بآخر خلال هذه المرحلة، فبدأنا نجد هناك تكتلات عشائرية تتواجد في المؤتمرات، تتواجد في الائتلافات، تتكلم عن شخصيتها، إلا أن هذا التواجد العشائري وجد ردة فعل من قبل المثقفين ومن قبل شخصيات عشائرية، إذ رأت أن فيها في تكريس هذا الجانب نوع من العودة بالدولة إلى الماضي عوضا عن المسير فيها نحو التقدمية والمدنية، وهذا يتخالف مع ذلك. الأمر الثاني أن هناك بعض الأحزاب حاولت أن يستغل هذا الدخول العشائري بشكل أو بآخر بجانب المسلم، وهو يتنافى من حقيقة هذه الثورة التي رفعت شعارها السلمية من البداية. القوة الأخيرة التي سأذكرها هي قوة متواجدة في الداخل الخارج، وهي القوة التي ينبغي أن تتحد مع القوة الموجودة في الداخل لتؤدي دور، وهي القوة المعروفة بالمثقفين والمستقلين. وحقيقة الشباب السوري في الداخل يرى الأمل في هؤلاء، ويرى على أن الدمج فيما بين الشباب وما بين هذه القوى المستقلة قد يوصلنا إلى نتائج إيجابية أكثر من الاندماج مع الجهات الأخرى. أشكركم. إلى الدكتور